للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل التغيير سلامة سرهيد من ذي قار. أهلا بك يا سلامة معنا. يعني التظاهرات تبدو وكأنها شبه يومية، متظاهرون يخرجون ويغلقون الطرق، ازدحامات مرورية في كل مكان، إغلاق شركة نفط المحافظة، مطالبين بشمولهم بالتعيينات. ألم تستجب أي جهة لهم حتى الآن مع كل أحداث الشغب التي تحدث يوميا؟ نعم، تحية لكم زميلتي وتحية لمشاهدي قناة التغيير القضائية. بكل تأكيد يعني هذه التظاهرات أصبحت يعني بشبه يومي، اعتاد المحافظة واعتاد الأهالي هنا على مشاهدة هذه التظاهرات والاعتصامات المفتوحة، غلق للطرقات الرئيسية والجسور الرئيسية داخل مدينة الناصرية وإغلاق بعض الدوائر المهمة والحيوية في المحافظة هي لغرض المطالبة بالتعيين. هنالك آلاف الخريجين يعتصمون منذ سنة من الآن تقريبا للمطالبة بتوفير فرص العمل والتعيينات. الحكومة المحلية والحكومة المركزية تتحجج بعدم إقرار الموازنة وعدم وجود بعض في لدى وزارة المالية من أجل تعيين هؤلاء الخريجين في محافظة ذي قار. يعني يقدر عدد الخريجين بالآلاف، طبعا هؤلاء الخريجين هم من الكليات والمعاهد، الآن يعتصمون هم أمام الدوائر الحيوية. اليوم صباحا منذ بداية الدوام تم إغلاق شركة نفط ذي قار ومصفى ذي قار النفطي، بالإضافة إلى غلق طبعا شركة المنتوجات النفطية، غلق ديوان المحافظة، غلق جسري النصر والزيتون. صراحة صباح هذا اليوم شهدت المدينة زحامات جدا كبيرة مع انطلاق طبعا الدوام بالمدارس والكليات، والآن المدارس والكليات تشهد امتحانات. هنالك يعني منذ صباح اليوم وإلى الآن شبه يعني شلل تام داخل مدينة الناصرية. أعداد الخريجين جدا كبيرة، توزعوا على الجسور وعلى الطرقات وعلى دوائر الحكومية لغرض إغلاقها وإيصال صوتهم إلى الجهات الحكومية والضغط على الجهات الحكومية لأجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين، والتي لحد هذه اللحظة لم يروا أي استجابة أو تفاعل من قبل الجهات الحكومية لإنهاء هذه الاعتصامات ولإنهاء هذه التظاهرات التي باتت يعني شبه يومي داخل مدينة الناصرية وبمحافظة ذي قار بشكل عام. نعم، يعني سلام، هل تعتقد أن هذه التظاهرات مستمرة، ستستمر خلال الأيام القادمة طالما حتى الآن لم يجدوا أي رد؟ نعم أكيد زميلتي، يعني قبل قليل أنا رجعت يعني من المتظاهرين، كنت معهم منذ الصباح. المتظاهرين اليوم قاموا بهذه الخطوة، لكن لديهم خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لهم من قبل الجهات الحكومية، سيتخذون طرق أخرى للضغط على الحكومة المركزية والحكومة المحلية. في الأيام المقبلة طبعا هنالك مطالبات ستطال الحكومة المحلية بتقديم استقالتها من الحكومة المحلية في ذي قار، وذلك لعدم طبعا تلبية مطالب المتظاهرين وإيصال صوتهم إلى الحكومة في بغداد. هنالك مطالبات ستطال بعض مدراء الدوائر. الخريجين يتهمون بعض المدراء بتعيين طبعا ذوي وأقرباء المسؤولين بالمحافظة وبعض المتنفذين، على الرغم من أنهم معتصمين أمام الدوائر وتحجج الدوائر بعدم وجود باب يعني لتعيينهم، إلا أنهم يرون هنالك تعيينات الآن تجرى داخل الدوائر الحكومية في محافظة ذي قار. كل هذه الأمور المتظاهرين الآن يعدون العدة من أجل التصعيد بعد أكثر فأكثر طبعا في الأيام المقبلة، لربما يستمر التصعيد يعني يكون يعني على مدار اليوم، ولربما يستمر لعدة أيام، سيقومون بقطع الطرقات لعدة أيام. إذا كانوا يقطعون الطرق فقط في أثناء الدوام الرسمي وبعد الدوام الرسمي تفتح الطرق، لربما في الأيام المقبلة سيتم قطع الطريق نهائيا، وبالتالي ستتسبب صراحة مشكلة جدا كبيرة داخل مدينة الناصرية إذا لم يعني يجد المتظاهرين استجابة لمطالبهم أو الجلوس مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول سريعة. نعم، إذن سلامة، مطالبات أو سقف هذه المطالبات يرتفع مع الوقت وهناك اتهامات بالترهل الإداري لديهم، إذن سنكون معك خلال الساعات القادمة لنقل التغطية. سلامة سرهيد مراسل التغيير من ذي قار، شكرا جزيلا لك.